السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شباب، معاكم دكتور سارة شاكر قسم نظم معلومات، واللي هشتغل معاكم إن شاء الله كورس Data Visualization. المادة بتاعتنا مادة اختياري، وإن شاء الله هنشتغلها Visualization of Data، والكورس زي ما سميته كده Storytelling with Data، معناه إزاي نتكلم ونحكي حكاية بالبيانات. مبدئيا وقبل ما ابدا شرح، خلينا نقول ان الكورس نفسه باذن الله مش حاجه تقيله ومش حاجه صعبه. احنا في سنه رابعه وعايزين حاجه تساعدنا لما بعد التخرج. كونسبتس ازاي اعرض نتائج شغلي تبقى الكونسبت واضح ومهم واساسي ليك كطالب بعد شويه تبقى خريج. واحد نازل بيئة وسوق العمل، انت محتاج تعرف ازاي تتكلم عن شغلك. ولما احب اتكلم عن شغلي، الفكرة مش مجرد عرض حققنا هنا بيرفورمانس مش عارفة ايه، حققنا هنا السيكيورتي علب، لا مش مجرد ان انا اقعد ارغي بشوية ارقام. الفكرة ازاي ان الارقام والبيانات والريزلتس اللي بطلعها من شغلي اعرضها لاودينس اللي هو الجمهور بتاعي، واللي ممكن يكون جمهور مختلف من ستيك هولدرز، من فئات مختلفه ومن كاتيجوريز مختلفه ومن بيئات مختلفه، وكلهم عايز اوصل لهم الرساله بتاعتي. فالكورس بتاعنا ان شاء الله بيتكلم في الكونسبت ده، ازاي لما يكون معايا داتا او ريزلت احاول ان انا اوصلها بشكل صح. ايه اللي محتاج افهمه؟ احنا نبدا نفهم في الجزء النظري بتاعنا ازاي الداتا اقدر ان انا افهم الكونتكست بتاعها، ازاي افهم الاودينس بتاعي، ازاي اعمل استراتيجي للعرض، ايه هي البلوتس المناسبه، ايه الجرافس اللي مش مناسبه. ده بالنسبه للجزء النظري، حاجات فعلا لطيفه وخفيفه وان شاء الله ما تبقاش تقيله علينا. بالنسبه للجزء العملي ان شاء الله هنشتغل بايثون داتا فيجواليزيشن في المعامل، ازاي استخدم لغه البايثون في ان اطلع بعض البلوتس اللي احنا هنتكلم عليها في خلال الجزء النظري باذن الله. هل البايثون هو الاداه الوحيده؟ لا، هو الاداه البرمجيه. الاداه البرمجيه يعني لو حضرتك بتشتغل داتا ساينس بره، بتريحك شويه ان يكون معاك البيانات وتتكلم عنها ببروجرامينج تول. بس لو عايز استخدم تول جاهزه زي الاكسل، اتس اوكي، ومعايا فعلا طريقه ان انا اطلع بلوكس كويسه قوي وجرافس كويسه قوي وفيجرز كويسه قوي باستخدام الاكسل. في كمان التابلو، بس التابلو كوميرشال يعني محتاج لايسنس. اوكي، حضرتك كستيودنت ليك لايسنس معاه مجاني لمده سنه مجانيه، بس بعد السنه بقى محتاج انك تدفع طبعا الفلوس بتاعك. طب نبدا، بسم الله، ونبدا نشوف النهارده المحاضره بتاعتنا. انترو كان في الشابتر الاولاني شويه انتروداكشن كده، نتعرف كلام خفيف قوي عن الداتا والانفورميشن والنولج وانواع البلوكس اللي ممكن نتعرف عليها خلال الكورس. طب خلينا الاول نبدا بان احنا نتعرف يعني ايه كلمه داتا فيجواليزيشن، او ايه هو ده. هل هو موضوع؟ هو موضوع بحد ذاته، توبيك قائم بحد ذاته، هو ساينس وعلم بيتكلم ازاي اوضح الريزلتس بتاعي على هيئه ستوري، على هيئه قصه. ازاي ابين الداتا اللي بطلعها من شغلي على هيئه قصه؟ طب يعني ايه اللي اطلع؟ ليه عايز اطلع الداتا بتاعي قصه؟ والله احنا دلوقتي في زمن معروف باسم بيج داتا وورلد. كميه البيانات اللي بتطلعها الشركات كبيره، كميه البيانات اللي اصلا بنطلعها في حياتنا اليوميه من استخدام الموبايل، من استخدام السوشيال ميديا، من استخدام الأجهزة الكهربائية اللي شغالة سنسور دلوقتي، دي بنسميه بيج داتا. في بيانات كتير قوي، البيانات دي بتغير طريقتنا في ازاي اللي هما المديرين الشغل، الناس بتاعت امازون وياهو وجوجل والناس الكبيرة دي، بتبدأ تغير تفكيرهم ازاي يعملوا عملية decision making، عملية ان انا اخد قرار ما عادتش مبنية على شوية ريبورتس جاية اخر الشهر. عملية الديسيشن ميكنج وازاي هقدر ان انا اخد قرار لشغلي الجاي بقت بتعتمد على اسبيكتس مختلفة واشكال مختلفة من الداتا. ف
فبدأ عندنا حاجة ان انا اكونفي انسايتس، ان انا اقدر اوصل انسايت. كلمة انسايت يعني نبدأ نفهمها شوية. انسايت دي يعني زي اللمبة لما بتنور، ناتج مهم ترند او قدرت ان انا اوصل له بدراستي للبيانات. لما درست البيانات اللي طالعه من شغل حضرتك والريبورتس والاتش ار، الاتش ار ريبورتس وبيانات الموظفين وبيانات البروتكس والمبيعات والخسائر والمنتج الفلاني بيتباع في الشهور الاعلانيه والمنتج العلاني بيتباع في الشهور الفلانيه، بدات ان انا اطلع ما يسمى انسايتس. عايزه كوميونيكيت ابتدي اناليسيس ريسورس، دي عايز ان انا ابدا ان انا اقدر اوصلها بشكل احسن وتتفهم وبسرعه. فبدا ان انا افكر ان انا عايز اوصل الداتا بتاعي بشكل ستوري، بشكل حكايه. الريزلتس اللي قدرت اوصلها من الداتا اناليسيس دي، كلنا خلاص دلوقتي اغلب الناس شغاله في الشغل بتاعها مهما اختلفت نوع الشغل، طبي ولا تجاري ولا هندسي ولا ولا ولا، بيبقى في بيانات، والبيانات بتتاخد تعمل عليها اناليسيس. والناس اللي شغاله داتا ساينس عارفه ده، الاناليسيس بيطلع ريزولتس بيطلع انسايتس. ببقى عايزه كوميونيكيت او كونفي او اوصل الانسايتس دي للمديرين بتوع الشغل ازاي، ده الارت او ساينس بتاع الداتا فيجواليزيشن. وعشان اقدر افهم الداتا فيجواليزيشن بشكل افضل، خليني اراجع على حاجه خدناها من سنه اولى كلنا عارفينها، اللي هي الفرق ما بين data, information and knowledge. بس الفرق هنا مش ان انا هقعد اعرف الداتا واقول هي الرو، هي مادة الخام، هي اللي مش عارف ايه. لا، انا مش جاي اقول الكلام ده. انا جاي اقول لو انا واحد بشتغل او موجود في شركة ومهمتي ان انا data analyst ومفروض احلل بيانات الشركة، فالداتا بالنسبة لي هي discrete، حاجة منفصلة، حاجه ما اقدرش ان انا اسلمها للمديرين علشان ياخدوا من خلالها قرار. CSV files, JSON files, text files, HTML files، شويه بيانات، ارقام مبيعات، الريبورتس اللي جايه لي بشويه جداول فيها بيانات، بعنا كذا واستلمنا كذا ودخل والوارد والخارج واتباع من المنتج ده في شهر مارس كذا وفي شهر يناير كذا. دي كلها بنسميها تذكر داتا. التذكر داتا دي يعني لو اتقدمت لي المانجرز ما يقدروش ياخدوا من خلالها قرار، لازم يبروسس الداتا، لازم يكون في سؤال واجاوب عليه. اعلى نسبه مبيعات يا فندم كانت في شهر كام؟ في شهر يناير. دي بقت انفورميشن. ردك هنا بكلمه يناير بقت انفورميشن، هي جت منين؟ جت من ان حضرتك بصيت في الريبورتس اللي اتسلمت ولقيت ان اعلى رقم جه كان في الشهر ده. وانس ان يكون عندك انسر او اجابه لبزنس كويشن، اجابه لسؤال في الشغل بتاعك، تبقى الاجابه دي بنقول عليها ما هي الا انفورميشن. طب والانفورميشن او الاجابه دي جت من ايه؟ بنقول جت من ان انا عملت او اضفت اسوسيشن او ريليشن شيب للديتا اللي احنا قلنا عليها تذكرت في الاول دي علشان تبقى انفورميشن. اسوسيشن يعني رابط او علاقه. سالتني سؤال اعلى نسبه مبيعات كانت في شهر كام، فانا بدات ابص للفيلد بتاع المبيعات وادور على الماكسيموم، فبقيت ريليشن او علاقه او فانكشن معين، بروسيس معين. طب بالنسبه للنوليدج، النوليدج كانت دايما ماهيتها ما بتبقاش معروفه بالنسبه لنا. يعني ايه نوليدج؟ يعني احنا عارفين انفورميشن وانس ان الداتا المنفصله ملهاش معنى دي، حطيتها في هيئه سؤال واضفت لها علاقه ما وريليشن شيب بين الداتا فادتني انفورميشن. انما يعني ايه نوليدج؟ نوليدج از اكسبيرينس جيند ثرو، او اللي سوري السكيلز جيند ثرو اكسبيرينس، هي الخبره بتاع حضرتك، المهاره في انك تفورمالايز وتشكل الانفورميشن بشكل ما عشان يدينا النولج دي. النولج دي زي مثلا حضرتك سالتني سؤال اعلى مبيعات كانت في يناير، وفين تاني واعلى مبيعات مش عارف كانت في نقول مثلا في يناير وفي نص السنه مثلا. طيب اعملي بقى
من اعلى مبيعات ديت، يبقى اعملي خصم او برومو كود في الفتره دي. طب ليه ما هي اعلى مبيعات؟ ما عشان ازود المبيعات. بدات من النوليدج، بدات من الانفورميشن والديتا، يبقى عندي سكيلز معينه افكر فيها، او ان انا افورميوليت السكيلز دي علشان يديني الخبره الاكسبيرينس. ده ينقلنا المفهوم بقى اللي هي الداتا انفورميشن اند نولج. دي كانت المفاهيم اللي احنا اوريدي اصلا بنبقى عارفينها وبنتكلم بيها، بس اللي يهمنا لما اجي افيجواليز الداتا بتاعي هي الانسايتس. دلوقتي عندنا الشركات الكبيره بتدور دايما على ان هي عندها قسم داتا اناليسيس. شغل القسم ده، شغل الناس اللي شغاله هنا داتا ساينس، علماء الداتا دي، علماء البيانات، شغلتهم ان هم يحاولوا يجيبوا ريليشن شيبس بين الداتا. هم مش بيحاولوا، هي فعلا في ريليشن شيبس. الفكره ان هو يانالايز او يحلل الريليشن شيبس، العلاقات بين البيانات اللي متخزنه عندهم الستور واللي بينتجوها من خلال تعاملاتهم. ليه يعني ايه هدف ان هو يحلل ويدرس ويتعمق في الريليشن شيبس بين الداتا؟ عشان هو بيحاول ان هو يوجد ما يسمى الانسايت. فايه هو الانسايت؟ الانسايت اللي هي اللحظه بيقول اوه واو، انا اكتشفت كذا. انت عارف نيوتن لما وقعت عليه التفاحه وكدوه، هي وكدوه بتاعتنا دي. ايوه، فالانسايت هي اللحظه اللي بيلاقي فيها ريزولت مهمه قدر يوصل لها. زي مثلا ترند معين، اكتشف ان انا دلوقتي في الشركه بشوف الريفيوز بتاع الناس، فعملت انالايزنج للريفيوز دي والكتابات اللي هما بيكتبوها العاديه، فلقيت ان في حاجه ترنديه كده، ان ما بيبقى البرودكت ده عليه هديه سكرينه مثلا، لو قلنا موبايل عليه هديه سكرينه، ده بيمشي البرودكت او بيخلي الناس تتابع البرودكت، تشتريه بسرعه، تعمل له مصداقيه حجم. طب مش عارف، لقينا في اسوسيشن ما بين ان هو بيشتري البرودكت ده دايما وبيشتري البرودكت ده دايما، بيشتري برودكت ايه وبرودكت ايه بي مع بعض. فده معناه ان انا لو حطيتهم مع بعض وعملت عليهم اوفر، يبقى انا زود المبيعات بتاعتي. فالانسايت هي حاجه بقول عليها اه واو، دي حاجه لمبه نورت. طيب الانسايتس ديت ممكن تختلف من شركه للتانيه حسب، او من مجال لمجال حسب احنا يعني عايزين ايه. يعني انا لو دلوقتي مشغل مجال اكاديمي في image processing، يبقى انا عايز احسن، عايز اقلل اعمل optimization مثلا واقلل الوقت اللي بتاخده الصوره، عايز اسرع عمليه البروسيسنج. لو انا في شركه عايز احسن مبيعاتي، فبنقول ان في العاده بيكون الانسايتس دي بنستخدمها علشان اوبتمايز البروسيس بتاع الشغل بتاعي، اوصل اوبتمايز البروسيس يعني اوصل لاحسن بيرفورمانس. انكفر لو انا شغال مثلا في ماركت وفي سوق بيع وشراء، فبحاول ان انا اعمل انكفرنج لنيو ماركتس بناء على الانسايتس اللي وصلت لها ديت، لقيت ماركت كتير جديده ممكن انزل فيها السوق، انزل فيها البرودكت بتاعي. اعمل بالانسنج للريسك في حالات الريسك مانجمنت، وخصوصا في الناس اللي شغاله فاينانشال وبزنس اناليسيس، فمفروض ان هو يبالانس الريسك. لو انا خدت الخطوه الفلانيه، طب يا ترى هيحصل بناء عليها ايه؟ وات اف اناليسيس. واكيد المهم ايا كان الحاجه اللي انت هتشتغل عليها داتا اناليسيس، فالفيجوال اللي انت هتطلعه او جرافس اللي انت هتطلعها بتطلع انسايتس، وبتدي للمستمع مجموعه من الانسايتس، لمبات بتنور عنده علشان يوصل لي ما يسمى deep understand. يعني بدل ما انا فاهم الحاجة، لا انا فاهمها قوي. فده اللي بنحاول نوصله من خلال الفيجواليزيشن. خلينا نقول ازاي الفيجواليزيشن بيقدر يهلب او بيساعد عملية decision making. الفيجواليزيشن مش تاسك سهلة ان انا همسك ورقة وقلم وشوية وارسم شوية حاجات وخلاص، شوية بلوتس واطلعها باي تشارت باي تشارتس وهكذا. لا، الفيجواليزيشن مدارس. والفكرة ان انا عايز اقدم فيجوال ريبريزنتيشن للداتا يكون سهل في الفهم، ومش بس سهل في الفهم، كمان بيخدم ان هو
بيطلع ما يسمى الانسايتس، اللي هو ايه ده، اللمبة نورت عن حاجة وانا فهمتها ولقيت ان ديت نتيجة هايلة، واو. وفي نفس الوقت عايز اوصل دون باسهل طريقة بافضل طريقة، والاودينس بتوعي او الجمهور بتاعي ما يتوهش مني. العملية هنا مش مجرد رسم على ورق، لا، ده براكتسينج، مدارس ساينس، علم المفروض ان انا ادرسه علشان اقدر ان انا اوصل باحسن ريزولت. يعني انا دلوقتي علماء الجينوم لقوا ان ما بين مثلا حضرتك عندك حواس للسمع وللكلام وللرؤية، الحاجة اللي انت بتشوفها بتبقى اكتر في تثبيت المعلومات في المخ اكتر من اللي بيتقال. يعني انا كل الرغي اللي بلغيه مع حضرتك دلوقتي مثلا في السلايدز، لو انا مش حاطط هنا فيجوال معين اشرح عليه واقول لك الفيجوال دون او الشكل دون بيعبر عن كذا بيقول كذا، فالناتج بتاع الفيجوال ده مش هيكون مؤثر زي ما يكون في جراف معين بشرح عليه. فمثلا ممكن شوية بلوتس أو فيجوالز، شوية رسومات. يعني لما أقول كلمة فيجوال يا شباب معناها أقصد بلوت، معناها أقصد رسمة، معناها أقصد فيجر. بس فيجر ده مدعم بالديتا، مش معناها إن صورة شرحت تلميذ ولد وبنت ومش عارفة ماسكين الكتاب، لأ. فيجر أو فيجوال معناه إن في بيانات طلعت بشكل رسمي، تمام. فممكن حاجة زي فيجوال ده يبين إن في ترند مثلا، حاجة طلعت زيادة عن اللزوم، أو تايم سيريس مثلا كده. فخلينا نقول إن هو أصلا الفيجواليزيشن، الفيجواليزيشن إيه؟ تعتمد على إن أنا أختار الفيجوال الصح. طب علشان يكون كلامي بس مدعم شوية، خلينا نقول إن الـ bad graphs are everywhere. للأسف في سوق، في كتير graphs أو visuals شكلها سيء. السبب في إيه إن هي شكلها سيء؟ هو محدش بيبقى متعمد إن هو يعمل جراف شكله وحش. هي الفكرة إن أغلبنا مش شاطر في حتة إن يحكي حكاية من خلال بيانات، فممكن نحط ايفورت كتير قوي في ان انا اطلع فيجوال فاهم كل الشغل بتاعي، واحنا اشتغلنا على بروجكت كبير قوي بقى انا 9 شهور، وحاولت ان انا احط كل الريزلتس في فيجوال واحد او في 2 فيجوال، واستخدمت الوان كتير، واستخدمت 3D، واستخدمت باي تشارت، واستخدمت حاجات هنعرفها في وسط الكورس ان هي غلط. فبالتالي ضاع مجهودي في استخدام الفيجوال غلط. ده اللي انا عايز اوصله لك، ان احنا كلنا ممكن نطلع بلوتس. احنا ممكن نفتح ملف الاكس، ملف اكسل اصلا، ونحط فيه شويه بيانات ونطلع شويه بلوتس وتشارتس، خلاص كلنا على نعرفها، انسيرت تشارت وننتهي على العمليه. بس ممكن ان المجهود اللي حضرتك حاطط بيها على الارض لانك ما قدرتش تحكي قصه من خلال البيانات، فتثبت المعلومه من خلال الفيجوال من غير ما يكون عندك natural skills او practicing على ازاي تطلع بلوت وفيجوال حلو، وايه هي الكونسبتس النظريه المفروض ادرسها علشان بخصوص الجمهور بتاعي، بخصوص شكل البلوك، بخصوص الالوان دي 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 دي. لو ما درستش الحاجات دي في الاخر هلاقي ان انا بعتمد على البرنامج او التول الجاهزه اللي بتطلع لي فيجوال، فانا مسلم نفسي ليها بدون ما اكون عارف اي حاجه في اي حاجه. خلاص انا معايا شويه بيانات وفتحت تابلو، وتابلو بيقول البيانات ده، وان تابلو مثلا عنده ان حته اي اي شويه ان هو يطلع لك البلوك بناء على الشكل او شكل الداتا. دي حته حلوه مش وحشه على فكره ان انا استخدمها، بس لو انا فاهم ازاي اطلع بلوك مش هسلم نفسي للتول، وهيبقى عندي كنترول ازاي البلوك ده فعلا، بما ان انا اللي عملت البروجكت ده وانا اللي طلعت الريزولتس دي وانا فاهم الريزولتس دي كويسه، بس محتاج فيجوال يفهم اللي قدامي، هقدر افهم من خلال الكونسبتس اللي انا بدرسها. فالفكره ان في دايما ستوري بيهايند اور داتا، يعني في دايما قصه. الفكره او التاسك بتاعتنا ازاي نبرنج الستوري دي فيجوالي، ازاي ان انا احققها على شكل جراف. فما خلينا ناخد اكزامبل كده، يعني ايه باك جراف؟ يعني ايه ان انا سلمت نفسي التول وخليتها تطلع لي، خلاص انا عارف ان الحكايه دي ممكن اعرضها مثلا كبار بلوت. بار بلوت اللي هو شكل يا شباب الايه؟ البوكس، الشرايط. البار بلوت ده مثلا ده بشوف من خلاله الترند في
في قوية معينة، مثلا هنا لما نكبر الصورة شوية أو ممكن نشوفها في الكتاب. ده كان بيتكلم عن التيكتس، مبيعات تيكتس في مكان ما، بيبيع سينما بقى والماركت أي حاجة، المهم إن هو عنده التيكتس بتتباع. فهو بيقول الريسيفت اللي هو الأزرق دون، وبال البروسيد اللي أنا اشتغلته فعلا أو بعته. المنظر ده فعلا كتير 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 ماخدش منه أي معلومة، فعلا المنظر ده مفيش فيه أي معلومة إن أنا أقدر أخدها. يعني لو لاحظت مثلا هنا عندك مش عارف جانيوري فبراير، طب ده مارش باين هو اعلى حاجه، لا ثواني، طب هو اعلى حاجه في ايه؟ في التيكتس اللي دخلتني ولا اللي انا بعتها؟ طب اللي انا بعتها، لا ده ملخبط قوي، انا محتاجه ادقق بعيني كده عشان اقدر اوصل لحاجه معلومه منه. في حين لو كنت ان انا احول كده الشكل اللي تحت كده، احول البلوت ده هو هو بنفس البيانات، ما حصلش في اي حاجه غير ان انا حاولت من خلال الرسم الفيجوال احكي قصه. فاترسم بقى، اتغير شكل البلوت، هنعرف ان الشكل ده اسمه بار تشارت والشكل تحت اسمه تايم سيريس. يعني بيتكلم هنا على ما دام انا في حاجه فيها وقت، فانا هستخدم اللاين جراف، الخط ده بيزيد وبيقل بناء على المبيعات. وعملت خطين، واحد جراي هو وصوصي، واحد ازرق. الجراي ده بيقول الريسيفت اللي انا استلمتهم، والازرق البوستيد. من هنا اقدر الاحظ على طول كده ان كنا فعلا لغايه فتره شهر ماي سنه 2014 كان بنسبه كبيره جدا اللي انا التيكتس اللي بستقبلها هي اللي ببيعها والدنيا ماشيه تمام. بس بدا يحصل دروب من شهر جو، فبدا ان انا مستلم كتير، وخصوصا في شهر اوغست حصل ان انا استلمت كتير ما قدرتش ابيعهم. ف لا ده هنا بدأ، وكمان الكلام سبورت فوق، يعني في هنا شوية تكست صغير كده لو قرأتهم هيقول الكلام اللي انا قلته لك على الفيجوال. بس انا فعلا بمجرد ما بصيت فهمت، غير المنظر اللي فوق خالص، غير المنظر اللي انا قعدت احاول ادقق بعيني علشان اقدر اوصل للوضع تحت. خلاص وقفت على طول ان احنا في مشكلة دلوقتي، الشركة دي في مشكلة، اللي بتستلمه اقل من اللي بتبيعه. تعال نشوف بقى الجراف تاني. الجراف التاني ده بيتكلم على survey results، يعني example على ان الناس كانت بتعمل survey او اللي هو بنقول عليه استبيانات، بياخدوا اراء اطفال في الكورس الساينس مثلا اللي خدوه. فقبل وبعد دايما survey results بيقول لك الاشهر حاجه تعرف فيها قيم السيرفي الباي تشارت اللي هي شكل الدايره ده. بس هو للاسف من اسوء الاشكال، لان الباي تشارت كنت بتعملها تشرح نسب، والنسب فيها انت مش بيبقى عارف، لازم ابص على اللون الاخضر ده بيقول اوكي، ده باللون البنفسجي ده بيقول كايند اوف انترست، مش عارف طب اقارن قبل ولا بعد. هو انا المفروض بسال التلامذه ايه رايك في كورس الساينس قبل ما تاخده وبعد ما خدته، ايه انت ايه علاقتك بالساينس دلوقتي بعد ما قبل ما تاخد الكورس بعد ما خدت الكورس. فتلاقي عمليه المقارنه كده صعبه. في حين لو بصيت للجراف تاني، ايه علاقتك او انت ازاي كانوا خدت التلامذه دولت، وزي ما هنشوف في الشابتر الجاي قصتهم ان هم خدوا بايلوت بروجرام. فالبايلوت بروجرام ده بعد ما خدوا البرنامج بيسالوهم انت ايه حاسس بايه تجاه العلوم قبل البرنامج وبعد البرنامج. فالنسب هي نفس الاجابات، قبل البرنامج هيرد بورد او نوت جريد او اوكي او كانت اوف انترستد او اكسايتد، وبعد البرنامج هيرد برضه بعلامه من العلامات دي. فاحنا حطينا العلامات ديت واستخدمنا بار شارت. البار شارت هنا بدا ان انا بقارن ما بين بورد قبل وبعد، يعني اللون الجراي اللي هو قبل واللون الازرق اللي هو بعد، نوت جريد قبل وبعد، اكسايتد قبل وبعد. فهنا لا واضحه فعلا انت اكتر في البروجرام الطلبه كتير مبسوطه بالساينس وكتير متحمسه انها تدرس ساينس وعلوم وكده. فلا الجراف التاني هنا كان بيحكي قصه، ده اللي انا عايزه اوصله من خلال الكورس، انك تحكي قصه من البلوت اهم من انك تعرف البلوت. انا قلت لك في الجزء العملي ان شاء الله انت تتعرف على انواع البلوت وازاي تكريتها، بس في الجزء النظري معايا هتتعرف ازاي تحكي قصه من خلال البلوت. خليني في باقي المحاضرة دي علشان ما اطولش عليكم، المفروض ان احنا ندرس كونسبتس بدءا من المحاضرة الجاية. بس في محاضرة النهاردة هنتعرف على اشكال البلوتس المعروفة بوجه عام، مع العلم ان احنا هنتعرف على حاجات كتير بخصوص البلوتس دي قدام ان شاء الله.
بس انك علشان تقدر تستخدم في الفيجواليزيشن لازم تكون عارف ان في اشكال كتير من البوابس. وليكن اول شكل المشهور جدا البار جراف، والبار جراف عباره عن شويه شرايط كده واقفه جنب بعضها. في الغالب بستخدم البار جراف علشان اقارن كاتيجوريز ببعضيها، يعني مثلا هنا بيقارن اللي خدوا الفائزين بالجوائز الأكاديمية قبال اللي كانوا يعني مرشحين ليها. فالأصفر ده المفروض اللي فازوا فعلا، والبني اللي هو مرشح ليها. فهنا بيقارن بين الكاتيجوريز في كل تراك من ده، في كل توبيك من ده. كل جروب كولوم هنا هيكون بيربريزنت جروب تبع الكاتيجوري بتاعه. فده ممكن استخدام للبار جراف، لو بقارن بالمبيعات مثلا، لو بقارن بين عدد حاجه معينه ما بين كاتيجوريز. طب يجي الشكل بعد كده اللي مش مستخدم، المفروض ان هو بيستخدم كتير بس مش مفروض نستخدمه كتير، اللي هو الباي شارت. ودي بتوضح نسب مئوية زي بالظبط اللي احنا بنشوفها مثلا على كيس الشيبسي من ورا، ان هو يقول لك النيتريشن فاكتس اللي هو السعرات الحرارية والمعلومات الغذائية، في كاربس قد ايه، في مش عارفة ايه. فالمفروض انك بتلقط بالنسبة المئوية دي اكتر حاجة واقل حاجة. في ايه كمان عندنا من الشارتس ممكن نستخدمها؟ في عندنا البوكس بلوت، والبوكس بلوت ده وبرضه معروف باسم بوكس اند ويسك بلوت. البوكس بلوت ده من البلوتس اللطيفه قوي قوي انك تستخدمها، لان دوت بستخدمها عشان اوضح الديسبلاي بتاع الديستريبيوشن بتاع الداتا. الديستريبيوشن يعني توزيع البيانات، توزيع البيانات من خلال خمس قيم معروفين. يعني البوكس بلوت ده بيعرض، هو ده منظره لما يكون عندي مجموعه من البيانات مثلا بتتراوح ما بين 0 ل 10000، وبدرس عينة من أطوال الناس وحطهم على لاين من صفر ل أو من 100 مثلا لمترين، من متر لمترين. فبيبدأ يوضح لي العينة اللي معايا دي المينيمم بتاعها كام، الماكس بتاعها كام، يعني أقصر واحد، أطول واحد، اللور كوارتايل اللي هو الأول 25% وعين في إيه، الميديان كوارتايل اللي هو النص، والأبر كوارتايل اللي هو 75% وعين فين. مثلا بنبص على الناس على السوشيال ميديا، مين المتحكم اكتر بالنسبه للسن، مين اللي بيدخل اكتر على السوشيال ميديا في السن. فممكن استخدم البوكس بلوت، مينيمم السن اللي بيدخل على الفيس كام، ماكس كام، ال 25% من الموجودين على الفيس سنهم بيتراوح كام، النص الموجودين على الفيس سنهم بيتراوح لكام، و 75% من الموجودين على الفيس سنهم بيتراوح لكام. فالبوكس بلوت بيبقى لطيف ان هو بيديك سمري ديستريبيوشن داتا سمرايزد، يعني مختصر على خمس قيم معروفين، المينيموم والماكسيموم 25% ال 50% وال 75%. سكاتر بلوت برضه من الاشكال الواضحه جدا وبنستخدمها كتير قوي كداتا ساينتست، سكاتر بلوت. وسكاتر بلوت هنا بيقول انا بوضح علاقه ما بين متغيرين. العلاقه دي بنسميها كورليشن. الكورليشن دي ممكن تكون بوزيتيف نيجاتيف او نون كورليشن. انت في المايننج بتدرس اكيد كورليشن. كورليشن يعني ايه؟ يعني بقول ان المتغيرين دول ولما واحد بيزيد الثاني بيزيد معاه، ده بوزيتيف كورليشن. نيجاتيف كورليشن يعني لما واحد يزيد الثاني يقل. نون كورليشن يعني ما فيش اصلا علاقه ما بينهم. زي مثلا تقول مبيعات السكر والشاي، لما بيتباع سكر بيتباع شاي كتير بلاحظ ان السكر بيتباع معاه كتير، يبقى دي كورليشن ممكن ان انا اعمل لها سكاترينج بلوت. نيجاتيف كورليشن مثلا لما بيجي يتباع منتج مثلا زي نو برضو بيجي يتباع كوبايات القهوه، بلاحظ ان السكر مش بيتباع معاها، الناس بتحب تشرب القهوه مره، يبقى ده ما احطش الاثنين دول مع بعض، ما احطش الحاجات دي قريبه من بعض في الماركت. تمام، بلاحظ ان بيحصل كورليشن ما بين بيع الشيبس والشوكليت، طب خليهم مع بعض كده في نفس اللاين في الماركت، مفيش كورليشن اصلا ما بين حاجتين، يبقى هلاحظ ان سكاتر بلوت بتاعي مش عامل خط كده ما بين المتغيرين الاكس والواي، لا ده هو فرق. شبيه بالسكاتر بلوت البابل بلوت او بابل تشارت، وهنا كل البابل تشارت عباره عن ايه برضو؟ بتتكلم ما بين متغيرين. يعني مثلا هنا البلوت داون بيحكي عن الساق بتاع الورده، سيبا ويت وسيبا لينس، الطول بتاع العرض والطول، مجموعة أزهار يعني.
الثلاث ظاهرات دول. سيبنا من الاسماء العلميه بتاعتها، تي اي ارس 36 36 مشهوره، بتتكلم عن ورداء ثلاث انواع، ثلاث كلاسز من الورود، ثلاث انواع يعني، ثلاث انواع من الورود، وبنقعد نقارن بين متغيرين لكل الوردات دول. طبعا اللون الاخضر اللي هو الفيرجينيا، النوع الاحمر الاسم الثاني، اللون البنفسجي الاسم الثالث اللي انا مش عارفه. المهم نيجي على البابل شارت، تفرق عن سكاتر بلوت؟ ما هي شكلها كده شويه نقط برضه زي السكاتر بلوت اللي فات. لا، هي الفرق ان هي كل نقطه من دي عباره عن 3 دايمنشن، الاكس والواي، يعني مثلا العرض والطول والكوانتيتي الكميه، الحجم، الثقل، البولتنس بتاعتها. ف الاحظ مثلا ان الكلاسة الثالثة دي بيبقى منها كتير، فالبابل تشارت بتوضح الحجم بالظبط. برضه البابل تشارت دي بنستخدمها في ايه؟ في التوبيك اناليسيس. يعني ايه التوبيك اناليسيس؟ يعني مثلا الناس على السوشيال ميديا بيكلموا فترة كده ترندية يتكلموا في حاجة زي الكوفيد، يتكلموا فيها كتير، فممكن ان انا اقول ده في توبكس بتظهر من ورا الكوفيد. يعني انا عندي الاكس والواي، التوبيك الفلاني والتوبيك الكلمه الفلانيه والكلمه الاعلانيه، طلع منهم توبيك، الاثنين دول بيظهروا مع بعض قد ايه؟ ابدا اوسع الدايره دي، الدايره اللي ساعات بتظهر صغيره وكبيره ديت في البابل تشارت تبدا توسع وتكبر تكبر تكبر بعدد المرات اللي الناس اتكلمت فيها في النقطتين دول مع بعض. يبقى ده ايه؟ بيوضح مقدار او ديستريبيوشن بتاع البيانات زائد مدى الافكتفنس بتاعه او الترنديه بتاعته. نوع اخير من المابس بيظهر معانا او الشارتس اللي هو الهيد ماب، والهيد ماب ده بيبقى ريبريزنتيشن لكونتينيوس فيتشر. زي ايه كونتينيوس فيتشر قبال تو اذر تيستد فيتشرز؟ زي مثلا اقول لك في السنين دي ديسكريبت، في الشهور دي ديسكريبت، اوكي، كانت المبيعات بتاعتنا في الارقام اللي في النص، الارقام اللي مش مكتوبه بس محطوط بدلها الوان. يعني اللون الغامق ده معناه اعلى مبيعات، اللون الفاتح ده اقل مبيعات. انت بتبص هنا على الليجند، تاني هيت ماب او اللي ممكن استخدمه عشان اوضحها. طبعا الكلام بتاعنا لسه هيستمر في الشباب الجايه. انا حبيت ان المحاضره الاولى تبقى محاضره خفيفه بنتكلم فيها بس عن ايه هي ماهيه الكورس بتاعنا، وايه اللي هنتعرف عليه في من خلال الكورس، بنتعرف ازاي نستخدم الفيجوالز بشكل صحيح. أتمنى تكون محاضرة خفيفة، وألقاكم إن شاء الله محاضرة جاية. سلام عليكم. أفهم يعني إيه كونتكست؟ طب في البارت التاني بنتكلم بناءً على الكونتكست اللي أنا بشتغل عليه، إزاي هختار الفيجوال المناسب؟ يعني إيه الفيجوال المناسب؟ أنا عندي سكاتر بلوتس، عندي بار بلوت، عندي باي تشارتس، عندي فاليو تشارتس، بوكس أند ويسكات بلوتس، أنواع البلوتس المختلفة دي. امتى اختار البلوك للمناسبه من هنا؟ ابدا اول حاله لو انا مثلا شغال الريزلتس بتاعتي كلها عباره عن سمبل تكست. يعني ايه عباره عن سمبل تكست يا فندم؟ انا كل اللي محتاج اعرضه هو مجرد رقم او اتنين. يعني انا كل النتائج وكل اللي انا قايم وتعب نفسي وجاي عشان اعرض نتيجه مكونه من رقم او اتنين. ايه انسب بلوت ممكن استخدمه في الحاله دي؟ انسب بلوت او انسب شكل فيجواليزيشن حضرتك ممكن تستخدمه في حاله زي دي هي انك تستخدم الرقم بس مع تكست قليل. يعني ايه؟ تعالوا نقولها بمثال. لو انا مثلا معايا المنظر اللي حضرتك شايفه ده كده الفيجوال الاصلي، ده جاي من عالديو ريسيرش، بي او اي دبليو ريسيرش سنتر، ده سنتر خاص بعمليات ريسيرش كده واحصائيات، تمام. فهو كان بيشوف عدد الشيلدرنز او سوري عدد الستاي ات هوم مام، يعني الامهات اللي قاعدين في البيوت مش بيشتغلوا. طلع الريسيرش ده، الفلوت ده منشور سنة 2014، تمام. بيقول لك هنا النسبة المئوية من الأطفال اللي ليهم أم قاعدة معاهم في البيت وباباهم بيشتغل، يعني سنة 1970 كان 41%، في 2012 كانت حسب ريسيرش نزل وهي 20%، وكاتب هنا نوت بيست اون شيلدرن يانجر ذان 18، مش عارف زي ما أسأل، يعني شوية كلام عن النتائج اللي طلعها.
هو انت عايز تقول ايه يا فندم؟ عايز اقول ان في الوضع اللي احنا فيه، في 20% من الشيلدرن من الاطفال ليهم امهات قاعدين معاهم في البيت، والنسبه دي نزلت كتير عن ما كانت موجوده سنه 1970. ده اللي حضرتك عايز توصله. البرودكت اللي انت حاطه دوت للاسف هو مش بيعرض الفكره بشكل حلو، لان انت هنا خليتني اركز مع الكلام. يعني تخيل كده، اول ما تبص للبرودكت هتعمل ايه؟ هتروح تقرا العنوان، تمام، وهتقرا الكلام اللي تحته، وهتبص 1970 2012 1970 اكبر. بس انا مش مركز مع الحاجه الاو. يعني ايه الاو؟ يعني اللي انا المفروض اعلق عليها، المفروض ان انا اعلق عليه هو رقم. الرقم ده هو ال 20%. شوف هنا الانهانسمنت او التعديل على البلوت. البلوت لما عدلنا عليه كل اللي عملناه ان قلنا في 20% من الاطفال عندهم تراديشنال ستي ات هوم، قاعد معاهم امهاتهم في البيت سنه 2012. ده بين والتكست قليل قوي. شوف التكست صغير كومبيرت ل 41% سنه 1970. بس انت هنا وصلت الفكره ببساطه. ما رسمتش بار تشارت، ما كتبتش باراجراف فوق وباراجراف تحت، ما كانش محتاج كل ده. ده كله عمل ديستراكشن و شتت الجمهور اللي قدامك. انما تخيل انا اول الغي خالص البلوت ده وبص معايا كده تاني على البرزنتيشن، عينيك وقعت على 20%. فاذا ده الرقم المهم، ده اللي انت خليت الناس تبص عليه وتقول اه ايه هي ال 20%. ركزوا معاك مع كلامك، ولو هو ما ركزش مع كلامك وقرأ الباراجراف الصغنن اللي تحت دوت فهم القصه والحكايه. فباختصار، لو كانت النتائج اللي انا المفروض اعرضها عباره عن رقم او اثنين، ده كل النتائج اللي في الاحصائيه اللي انا محتاج اعرضها في البرزنتيشن بتاعي، ما هياش محتاجه مني اي بلوت، مش محتاج ترسم اي بلوت. اكتب الرقم بس، ولكن اكتبه كبير كبير جدا وسبورتد بتكست قليل بيكنكلود بيختصر الباراجرافات اللي انت عايز تقولها. التابلز تاني شكل من اشكال الفيجواليزيشن. التابلز زي ما احنا عارفين تعريفها هي مجموعه من الصفوف والاعمده، وبالتالي هي بتحتاج مين نقراها؟ تحتاج من الاودينس ان هم يقراوها، يمشي عينيهم على الصفوف، يمشي عينيهم على الاعمده. امتى التابلز تكون مناسبه؟ لو انا عندي مجموعه من different units او measurements، يعني مثلا categories مختلفه، مجموعه من المتريكس المختلفه، مقياسات مختلفه، ومحتاج ان انا احطها للمقارنات، يبقى هنا انا بناشط مجموعه من الجمهور مختلفين. في ناس مهتميه بالمتريك الاولى، في ناس مهتميه بالمتريك الثانيه، في ناس مهتميه بالمتريك الثالثه، نسب مبيعات على سنين مختلفه، او نسب الدخل على اقسام مختلفه، فكل قسم هيبص على العمود بتاعه، حاجه زي دي. ولكن لو انا عامل لايف برزنتيشن، يعني انا قاعد وسط الجمهور، انا هنا مش باعت الكلام ده في ايميل او في دوكيمنت، انا هنا بعت الكلام دوت هيتحط في لايف برزنتيشن، ما يفضلش التيبلز مش احسن حاجه. ليه؟ لان الجمهور الاودينس اللي قاعد قدامي هيقراها، هي طبيعه التيبل كده. اول ما تشوف تيبل قدامك انت، اول ما شفت السلايد دي اصلا حطيت عينك على التيبل وحاولت تقراها، فطبيعه التيبلز انها تقرا، فبالتالي انا هفقد الاتنشن بتاعهم وانا بتكلم. انا هكون بحاول ان انا اعرض حاجه، وللاسف الحاجه دي اكيد نتائج مكتوبه هنا ومحتاجه التركيز بتاعهم، لكن التركيز كله محطوط ان كل قسم باصص على المترك بتاعه، فهو تركيزه مش معايا. فلايف برزنتيشن ما يفضلش قوي انك تحط نتائج كتيبلز. ممكن نقول هنت دلوقتي امتى استخدم التيبل بارت، ولكن بوقت عام بلاش الا لو انا فعلا محتاجه. زي ما قلت كده ان انا بكلم اكتر من جروب، وكل جروب المفروض هيبقى مهتم ب كولوم معين او رو معين في التيبل. طب ايه هي الديزاين تيبس اللي ممكن نقولها على التيبل؟ يفضل ان الداتا هي اللي تكون سنترد، هي اللي تكون باينه، والباك جراوند يعتبر مش باينه. علشان احقق ده استخدم باك جراوند لونها فاتح، يعني لونها جراي مثلا، او ما تحطش باك جراوند اصلا. يعني مثلا بص هنا التيبل الاولاني ده، انت لو بصيت له انت عينك هنا مش على الارقام، انت اول ما عينك وقعت على العناوين جروب مترك A مترك B مترك C، لان دول اللي لون الخلفيه بتاعتهم غامق وكلامهم فاتح، فعينك وقعت عليهم، مع العلم ان مش طول الحاجه المهمه، المهم هو الارقام.
هتلاقي ان لو انا بصيت، لو انا شلت الجدول ده خالص من السلايد وحطيت الجدول ده، انا هنا تركيزي بقى اعلى على الكلام اللي مكتوب. طب شيل الجدولين دول خالص وشيل البوردر النهائي وبص على الجدول التالت، هتلاقيك انك مركز على الاكس والواي والزين اللي هي القيم الفعليه في التكست. الهيد ماب، الهيد ماب برضو ممكن استخدمها على تيبلز. هي دي بقى اللي انا بقول لك ازاي ممكن تستخدم التيبل في لايف برزنتيشن وتبقى مناسبه لو طبقت عليها اسلوب الهيد ماب. الهيد ماب قلناها المره اللي فاتت ان هي بتستخدم درجات اللون من الفاتح للغامق عشان توضح الماجنتيود، الماجنتيود اللي هو الحجم بتاع الداتا او قوه التاثير بتاعتها. يعني مثلا نقول اللون الفاتح اقل تاثيرا واللون الغامق اعلى تاثيرا. فانا هنا لو انا عايز اجرب الاتنشن او اجذب انتباه الجمهور بتاعي لمكان معين على الداتا في الجدول اللي انا اضطريت احطه في اللايف برزنتيشن، فممكن استخدم منظر زي ده. فبدل ما تبقى الالوان اللون كله واحد كده، انا يعني انا هضطر ان انا مش فاهم فعلا الارقام، انا مش فاهم اي حاجه من الارقام، انما بص هنا تلاقي عينك على طول وقعت على 58% و55% وعينك ملاحظه 15%. الكالر ساتوريشن هنا او درجه اللون خلت عينيك تقع على ان كاتيجوري 5 في العمود سي كان صاحب اعلى ماجنتيود. فهنا هتخلي التارجت اودينس بتاعك عينيهم تروح على طول على البوينت اوف انترست في البرزنتيشن بتاعك. فبالتالي احنا لو بنقول ان التيبل مشكلته في اللايف برزنتيشن ان هو هيقطع قناه الاتصال بيني وبين الاودينس، فانا عليك في النقطه دي بان انا استخدمت الهيد ماب على التيبل، فادت درجة لون غامقة في الجزء المهم، درجة لون فاتحة في الجزء الأقل أهمية، فأنا كده جذبت انتباهه مع الجزء المهم مرة واحدة. طب سيبنا من التيبلز، التيبلز مشكلتها إن هي بتشتغل مع المينتال سيستم بتاعنا الجزء الذهني فبتحتاج بروسيسنج شوية عالي، إنما الجرافس بتشتغل على الفيجوال سيستم، والفيجوال سيستم عندنا بيلقط المعلومة بشكل أسرع. فيفضل ان احنا نعرض دايما المعلومات بشكل فيجوالي. اول شكل من اشكال الجراف بنتكلم عليها السكاتر بلوت، وتعرفنا عليه المره اللي فاتت ان هو بيوضح العلاقه بين تو ثينجز، حاجتين، وقلنا بنستخدمه كتير علشان نوضح الكورليشن بوزيتيف او نيجاتيف او مفيش كورليشن خالص. يعني مثلا نبص على البلوت اللي معانا دون، ده بيوضح عدد الاميال اللي الراجل ساقها، ودي الكوست او التكلفه بير مايل على الميل الواحد. فانا لو عايز اقول باختصار كده ان في تكلفه عاليه للكوست بير مايل ما بين عدد الاميال اللي هي 1000 و2000 دي، فلقيت ان انا هنا حطيت النقط بلون اورنج في حين ان النقط دي بلون رصاصي. ليه؟ علشان اقول ان خط المتوسط بتاعنا ان تكلفة الميل الواحد بتبقى دولار ونص. فلقينا ان الراجل اللي مشى 1000 ميل ما بين 1000 و2000 اتكلف تكلفة عالية، والناس اللي مشت 3000 و4000 اتكلفت برضه تكلفة عالية. فانا عايز اوريهم نقطة ترندية اخلي عينيهم تروح عليها على طول، ده حاجة فوق الافريج، حاجه فوق المتوسط، فوق اللي احنا متعودين عليه. فرسمت لهم خط الافريج ولونت الجزء اللي عدى الافريج بالوان مختلفه عن الجزء اللي كان تحت المتوسط. اللاين جراف او اللاينز بوجه عام، الخطوط بنستخدمها علشان نبلوت الكونتينوس داتا. كونتينوس داتا يعني حاجه مستمريه. في العادة بتكون التايم أو الوقت حاجة بتتغير على مدار الأيام، على مدار الشهور، على مدار الساعات، على مدار الدقايق. ففي العادة الحاجات اللي بتتغير أو continuous data دي نحطها بشكل line graph. line graph ممكن نرسم بيه single series، اوكي، زي مثلا مبيعات، ده برودكت واحد، اتنين برودكت، أكتر من برودكت، وأحط جنبيهم الليبلز بتاعتهم. يندرج تحت line graph ما يسمى السلوب. سلوب جراف، سلوب يعني ميل أو في ميلان. ده في العادة بستخدمه لما يكون عندي مرحلتين مختلفين عن بعض. يعني مثلا عندي هنا عايزة أعرض السيرفي كاتيجوريز دي ما بين، أنا عامل سيرفي في 2014 و2015، تمام، فهم نفس الكاتيجوريز،
بس انا عايزه اقول ان في 2014 في كانت كده 33%، دي في 2015 برضه 33%، ولكن الكاتيجوري بتاع البير كلتشر ده كان جايبه، او البيرز كان جايبه 85% في 2014، لكن 91% في 2015. السلوب جراف ميزته ان هو برضه لاين جراف، خط مستقيم، ولكن بمجرد النظر بيوضح الانكريز والديكريز في الداتا. ولو حابب ان انا اجود عليه واحسن عليه، ممكن ان انا اوضح، يعني مثلا نقول ان انا مهتم بالكاتيجوري بتاعت الكارير ديفلوبمنت، فرحت مدون دي اورنج عشان الاودينس بتاعها يهتموا بيها، فقلت لهم ان هي نزلت قوي من 49% ل 33% في 2015، دي بمجرد النظر انا لقطتها من غير حتى ما اتكلم عليها. واذا كان اللاين جراف مفيد في plotting continuous data زي الحاجات اللي بتتغير على مدار الوقت، فالبارز او البار جرافز بتبقى جميلة جدا في ان انا اقارن جروبس او كاتيجوريز. ليه؟ لان عيني باي ديفولت بتروح في البار جراف تقارن الاند بتاعت الجراف، الاند بتاعت البارز، نهاية البارز، نهاية الشرايط. فعلى طول بمجرد النظر من غير ما اشرح كتير ومن غير ما اكتب كلام كتير هعرف اللارجست والسمولست، الكبير والصغير. بس نقطة مهمة قوي بقى وحضرتك بتوك بار جراف اسمها زيرو بيز لاين. يعني ايه زيرو بيز لاين؟ 12 في بلوت اللي هو ده عن التاكس كات او اللي هو بنقول عليه تخفيض الضرائب، تمام؟ فهو لما تيجي تبص على البلوت الاصلي ال 12 هتلاحظ ان في هيوج انكريز، ارتفاع فظيع جدا دلوقتي 35%، وفي 1 يناير 2013 باي ذا واي هو منشور سنة 2012، اوكي؟ فهلاقي ان في ايه ده ايه ده ايه ده، في ارتفاع او جاب فظيع قوي، شفت عالي قد ايه؟ ما هو لو بصينا هنا على المدرج بتاعنا بادئ من كام؟ بادئ من 34% يا فندم، فهو اصلا مفيش فرق واو. المعدل الانكريز هنا لو اتحسب رياضيا بالمنظر الفيجوال نقول ان معدل الزيادة هيبقى 460%، حاجة يعني فوق. ليه؟ لان هو في غلطة ان احنا مش بادئين من الصفر. البار بلوت لازم يبدأ من زيرو بيز لاين. لو انا بدأت من زيرو وقلت دلوقتي في 2012 35% في 1 2013 هيبقى 39.6، فقول ان معدل الانكريز ريت هيبقى بس 13%. ف دي نقطة ليه لازم ابدأ البار جراف بتاعي من زيرو بيز لاين. ليه؟ علشان الاكيوريت كومباريزون، لان باي ديفولت عين القارئ بتبص على نهايات البارز وتقارن بناء عليها الانكريز او الديكريز. فلو انا ما عملتش من زيرو بيز لاين يبقى انا مش بقدم accurate results. تعالوا نقول برضو تب صغيرة او ملحوظة على الديزاين. لما اجي اصمم بار جراف خلينا نقول البار ويدث بيأثر على الفيجوال بتاع او المستقبل اللي بيتفرج عليه. طب الشخص المستقبل دون علشان يلقط الشكل صح وما يحسش ان الدنيا مبهوقة، ما ينفعش يكون المسافة البيضة بين البارز كبير قوي كده، يعني انت خليت البار تو سان رفيعة قوي فكبرت المسافة اللي بينهم، ولا تخليها كبيرة قوي ثيك قوي وتصغر المسافة بينهم تحس انها لازقين في بعض. المفروض البار تكون بالظبط اكبر شوية من المسافة اللي بيضة الفاصلة ما بينهم. يعني لو لاحظت هنا المسافة البيضة طالعة رفيعة وديت يا دوبك اكبر منها حاجة صغيرة، دي كده تعتبر بالنسبة لنا نوعا ما أدق حاجة. طب معانا حالة دلوقتي اللي هي الستاك بار تشارت، والستاك بار تشارت بيبقى بنستخدمه ليه؟ علشان أنا عندي كذا كاتيجوري وعايزة أقارن ما بينهم، أو عايزة أكمبير التوتال ما بين مجموعة كاتيجوريز. مشكلتها إن هي بس تبقى صعب إن أنا أتابعها. يعني انا مثلا عندي الكاتيجوري دي واصله هنا لخمسة ومش عارفه نص،
الكاتيجوري الاولى واصله لثلاثه مثلا، وانس ان انا عديت اول واحده بيبقى صعب، صعب ان انا اجيب. يعني مثلا تعالى بص معايا في الجراف هنا، صعب انك تجيب الكاتيجوري الثانيه دي او الجزء الثاني دون واخد من كام لكام، بيبقى صعبه شويه فتبقى مرهقه للنظر. طب الستاك هوريزونتال فورم، هلاحظ هنا ان لو كانت هوريزونتال بشكل رأسي بتبقى المتابعة اسهل. يعني انا ممكن ان انا ابص على الكاتيجوري دي واقول ان هي من 40% ل 100%، ممكن ابص على الكاتيجوري الاولى واقول ان هي من 0 لغاية 10%، فهي هنا اوضح شوية واسهل. خلينا نقول في ووتر فول بار تو بار، بس متوضح افضل شكلا في الكتاب. الباي تشارتس اتكلمنا فيها قبل كده ان هي بتوضح تقسيمه مئويه للعناصر، ولكن ما بتفضلش قوي. السبب ايه؟ السبب هقول لك، بص على الشكل اللي هنا ده، الشكل اللي هنا ده لو سالتك اي بارت هو الاكبر بدون ما اكتب نسب، هتقول البارت ده اللي هو لونه افتح شويه. مع العلم ان احنا لو بصينا للنسب الفعليه هنلاقي ان البارت البعيد كان 34%. ازاي يا فندم انا شايف ان ده اكبر؟ شايف ده اكبر من وجهه نظرك انت من قدام. المشكلة ان هو معمول 3D، و3D مش مبين، هنقول كمان شوية بلاش تستخدم 3D. فالباي تشارت بتزغلل العين، اصلا هي محطوطة بشكل مايل شوية، فطبيعي كلنا عارفين ان الحاجة القريبة بتبان كبيرة والحاجة البعيدة بتبان اصغر، فعشان كده الجزء البعيد باين صغير رغم ان هو مش صغير. ده كله اسمه false interpretation of data، يعني أنا بترجم الداتا غلط. فهيكون أفضل لو زي ما قلنا المرة اللي فاتت وتحولت الباي تشارت لبار بشكل شكل. النقطة التالتة أو الكتاب اللي هنقولها دلوقتي، بلاش تستخدم 3D. لو بس أنت عندك third dimension x y and z يبقى استخدم 3D، وقتها ليها لازمة. غير كده ما تستخدمش 3D عشان تقول هيحسن الفيجواليزيشن. هو مش بيحسن الفيجواليزيشن ولا حاجه، هو بيخدع العين وبيبين القيم بشكل غير صحيح. كمان ملحوظه، بلاش secondary y axis. ليه؟ لانك بتلخبط القارئ بين ان هو يقرا ما بين عمودين. يعني انا عندي هنا الداتا 2013 و2014، وانا عايز احط هنا عدد السيلز بتاع الامبلويز وهنا المكسب. تمام، هو انا يعني كبلوت ماشي حاله، ما بنقولش وحش، بس الفكره ان عيني هتضطر انها تقعد تروح ما بين هنا وهنا، هنا وهنا، يمين شمال، شمال يمين. طب احل المشكله دي ازاي؟ تحل المشكله دي حضرتك بحاجه مهمه، يا اما تعمل ليبل للداتا دايركتلي. يعني انا عندي هنا حطيت الريفينيو او المكسب بالدولار على كل بار، وحطيت على اللاين عدد الامبوليز بدل ما استخدم 2 بار، يا اما استخدم البار بتاع عدد الموظفين لوحده والبار بتاع الريفينيو لوحده في مكان واحد، في مكان الواي اكسس. يعني ما اعملش واحد يمين واحد شمال، اعملهم في مكان واحد، وان كان الليبلنج دايركتلي هو الالتر. كده نكون خلصنا المحاضرة بتاعتنا، يا رب تكون محاضرة سهلة وبسيطة. ألقاكم على خير المرة الجاية إن شاء الله.